أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن ارتفاع نتائج دبلومة التلمذة الصناعية لعام 2023-2024 تعكس الدور المهم الذي تقوم به مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني للارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة. وقال الوزير عقب اعتماد مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة نتيجة دبلومة التلمذة الصناعية أن نسبة نجاحها بلغت 90%، منوها بأن تأهيل العمالة الفنية يأتي في إطار خطة الوزارة للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، بما يسهم في التوافق مع احتياجات المصانع، وذلك من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والتي تمتلك نحو 41 مركز في عدد 17 محافظة على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى معهد إعداد الكوادر ومركز التكنولوجيا المتميز.